ورجعنا من الفاصل، وزي ما قلنا النهارده اليوم كله صحه وتغذيه ورشاقه. معانا دكتوره جيهان الدمرداش، اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه والنحاف. ازيك حبيبتي؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. قولي لي هتخسسينا ازاي النهارده من الاخر يعني؟ هنتكلم بقى عن اللايف ستايل بقى المفروض الصحي لكل الناس، اللي احنا كلنا يبقى نمط حياتنا ونمشي عليه يعني، علشان نعرف نخس واحنا صحتنا كويسه، مناعتنا كويسه، ما نكونش مثلا نخش في طريق بقى فيه امراض تانية بسبب ان انا مشيت لايف ستايل غلط. الكلام ده كله. طيب احنا انا دايما السؤال الفظيع اللي دايما الناس بتقوله، انا ماشيه صح وكويسه جدا وما بخسش، ما بصي طيب ايه بقى اللايف ستايل اللي انا ممكن امشي عليه؟ انا هقول لك على حاجه، كل الناس بتقول انا ماشيه على دايت مظبوط، انا عامله دايت وما بخسش خالص. المظبوط ده بيبقى ازاي؟ اكيد بتبقى في حاجه غلط هي بتعملها وهي فاكره ان هي بتعمل حاجه صح. زي مثلا في ناس بتقول انا ما باكلش كتير، ده باكل وجبه واحده في اليوم. طب انت كده مش هتخسي خالص، الحرق بتاع جسمك انت موقفاه بسبب ان انت ايه، مجوعه جسمك طول اليوم وبتاكلي وجبه واحده بس، الوجبه دي بتتخزن كدهون بس ما بتحرقيش اي حاجه، فانت عشان كده وزنك على طول بيزيد، وزنك ما بيقلش تماما. في ناس تانية ما بتشربش ميه، ده غلط جدا. اذا كان في شتاء او صيف لازم الميه دي جزء اساسي معانا. قد ايه في اليوم تقريبا؟ ايه قد ايه في اليوم؟ قد ايه؟ من 8 ل 10 اكواب في اليوم. يعني المفروض ان هي اقل حاجه تشرب 2 لتر في اليوم، ده بقى اللي هو الصحي قوي يعني. من 2 ل 3 لتر في الصيف، بيبقى لغايه 3 لتر لازم، في الشتاء ممكن لغايه 2 لتر. بس المشكله ان الناس اصلا بتقول ايه دايما، في الشتاء انا ما بقدرش اشرب ميه عشان الجو ساقع والكلام ده، وبينسوا. دايما افكر الحالات ازاي، ان انت تاخدي ازازه ميه في ايدك او بين الوجبات لازم تشربي قبل الوجبه بربع ساعه كوبايتين ميه. الثمان كوبايات دول هو ازازه كبيره اللي هي بتبقى كده، ولا هتبقى ولا كام صغيرين؟ اتنين من الكبار. اتنين من الكبار يعني اللي هم 2 لتر، عشان هي الكبيره تقريبا لتر يعني. فهي فاتنين كبار في اليوم، او على مدار اليوم بقى تشربي من الصغيرين. مش مشكله يعني، بيبقى 4 و5، في حدود 4 و5. يبقى تنظيم الوجبات، تنظيم الوجبات كم وجبه تقريبا في اليوم؟ تقسيم الوجبات المفروض الفطار اهم حاجه خالص، عشان ده البنزين بتاعنا. في ناس ما بتفطرش، ده غلط جدا. لازم مثلا الوجبات الاساسيه بيبقوا الثلاثه، وفي 2 سناك في النص اللي هو الوجبات البينيه دي، بتبقى حاجه كده زي ما انا ايه، بحفز حرق الجسم بتاعي وفي نفس الوقت ما بخليش الجسم بتاعي ان هو جعان. فاول ما اخليه جعان فتره طويله، اول ما اكل وجبه بتتخزن دهون، فعشان كده بخلي الحرق مستمر معايا. السناكس بقى اللي هي الفاكهه مثلا، وحده فاكهه، خضار، ممكن مكسرات، ممكن لبن، ممكن خس، كابوتشي، كل الحاجات دي بنحطها ايه في كسناك في النص. بتبقى حاجات كده بينيه، مع لما الناس بقى ما ترجع من الشغل، مع لما الاكل ما بيكون خلص، الكلام ده كله. ده اول حاجه. يبقى احنا قلنا ايه، تقسيم الوجبات، شرب الميه، وناخد السناك بتاعنا. نفس الكلام برضو النوم، مواعيد النوم مهمة جدا. انا ما ينفعش ان انا انام اقل من 6 ساعات، ومفروض من 6 ل 8، ده الصحي جدا. النوم بيساعد على الحرق فعلا؟ طبعا. وبالذات بالليل يعني، انا لو انا قلبة الساعة البيولوجية بتاعت جسمي وبنام الصبح ما بنامش بالليل، ده بيبقى غلط جدا، عشان الهرمونات بتاعت الحرق اصلا بتتفرز بالليل. فطبعا ده بيأثر جدا على وزني وعلى المناعة بتاعتي كمان، واحنا في فترة المفروض ان احنا ساعات متواصلة، صح؟ بالظبط. لازم متواصل، ما ينفعش متقطع، عشان انت حتى لو صحيتي كذا مرة في خلال فترة النوم بتاعتك وبعد كده صحيتي بقى الصبح انا كده ماشي، ما هو ده بتحسي بقى بصداع، بتحسي بصداع فظيع، بتحسي ان انت مش مركزه، في توتر، في حاجه غلط في خلال اليوم بقى بتاعك، فده ما بيبقاش مفيد بصراحه، ولا للمناعه ولا للحرق بتاع الجسم. برضو ما ينفعش ان انا اكل قبل ما انام غير قبل ما انام بساعتين. يعني ما ينفعش اكل وجبه وانام، في ناس كتير بتاكل وجبه وتنام، فده برضو غلط جدا. انت بقى دكتوره من انصار الناس اللي بتخلص اخر وجبه الساعه كام؟ لا بصي، هو انا مش من انصار ان انا الساعه 6 والساعه 8 والساعه 9، لا مش كده خالص. انا بظبطها على اساس اللايف ستايل بتاعي اللي قدامي ايه. انا بعمل له جدول او نظام معين بخططه له لما اعرف انا مواعيده ايه. يعني في ناس اصلا هي شغلها ان هي بتسهر طول الليل،
فانا ما ينفعش ان انا اقول لها هتاكل بالنهار وجباتك كذا وانت اصلا صاحي طول الليل في نفس الوقت. انا بتكلم على الانسان الطبيعي اللي هو بيصحى عادي بمواعيده من الساعه 8 يعني شغله تمام اللي هو مثلا لو بينام مثلا 11 يعني بقول له مثلا على 8 ونص 9 يبقى ده اخر وجبه بالنسبه لنا. لو النوم 11 قبلها بساعتين بالظبط. وبرده العشاء بتاعي معتمد على ايه؟ ما ينفعش ان انا تبقى حاجه برده دسمه، يعني بتبقى حاجات خفيفه يعني مثلا زبادي فاكهه، زبادي معاها فاكهه معلقه عسل، ممكن قطعه جبنه قريش مثلا بس من غير عيش ونحط عليها خضار بقى اللي هو فلفل وطماطم وكل انواع الفلفل مثلا وجنبها كابوتشي والحاجات دي كلها وناكلها بنقطه زيت زيتون. برضو ممكن بيضة مسلوقة مع خيار وفلفل اللي هو حاجة بروتين لو في جوع قوي، لو مفيش جوع قوي والدنيا كويسة أخدنا وجباتنا طول اليوم. أنا بالنسبة لي ما عنديش شهية، ممكن بقى الزبادي والفاكهة دي تبقى وجبة خفيفة عشان حتى وأنا نايم ما تعبش. يعني في ناس بيبقى عندها عسر هضم أو ارتجاع مريء فساعات بيتعبوا لو تقلوا في الأكل بالليل بس. يعني ده اللايف ستايل العادي ممكن يخسس ولا نفضل على نفس الوزن؟ لا يخسس طبعا بس برضو احنا فاضل حاجة واحدة احنا ما قلناهاش لسه، الرياضة. الرياضة مهمة جدا في اللايف ستايل بتاعي العادي اللي هو لأي حد ممكن هيعمله مع الحاجات اللي احنا قلناها. لو بنبذل مجهود وبنلعب رياضة ايا كانت ايه هي، في البيت او مشي او بيروح جيم، بس طبعا ما بنفضلش جيم في الوقت ده عشان برضو الفيروسات وكده، فبنقول دايما ايه ان احنا نلعب رياضة في البيت او نمشي المشي من نص ساعة لساعة، وده صحي جدا للدورة الدموية وللمناعة يعني الجسم يحرق معانا ويبقى فيه رشاقة. بس دي النصايح للوزن اللي هو علشان الناس انزل في الوزن وحرقي يبقى كويس وصحتي تبقى كويس. تمام. الناس بقى اللي بتمنع الكربوهيدرات خالص، لا ده غلط جدا، يقول لك يعني اخس بقى فانا مش هاكل عيش مش هاكل مكرونه ولا رز ولا الحاجات دي. تمام. بصي هو ده بيبقى غلط جدا. ليه؟ علشان انت محتاجه الكربوهيدرات عشان الطاقه اصلا في جسمك. فانا لما بمنعها انا جسمي اصلا انا بحس على طول بدوخه وصداع وبهبوط، جسمي محتاج اي سكريات او اي كربوهيدرات عشان يحولها لطاقه عشان اعرف ابذل اي مجهود بدني او حتى عقلي ان انا بعمل شغل او حاجه تفكير او كده او مذاكره حتى. فده غلط جدا، ما ينفعش ان انا امنع نشويات نهائي، لكن بناخد كل حاجه بس الكميات. يعني انا بالنسبه لي انا عشان اعمل دايت او انزل في الوزن ما ينفعش ان انا امنع الدايت، مش حرمان ولا ان انا انزل في الوزن لازم احرم نفسي من الاكل، ده غلط. لكن انا اكل كل اللي انا نفسي فيه لكن بكميات قليله. ازاي؟ الكميات دي بتتحدد على حسب المجهود اللي انا ببذله خلال اليوم، على حسب برضو الوزن بتاعي والطول بتاعي، وفي نفس الوقت بتقسم بقى الوجبات. يعني انا الصبح مثلا لازم بيبقى فيه نشويات، في الغدا نفس الكلام، السناكس والعشاء ما بنشيلش، بنشيل منها النشويات بس بنخلي بروتين، بنخلي خضار، بنخلي فاكهه، الحاجات اللي هي التعويضيه، لكن الكربوهيدرات دايما في الفطار وفي الغدا بس الكميات قليله. النظام لازم نمشي عليه مع دكتور ولا ممكن حد يتبعه لوحده؟ بصي هو طبعا لازم مع اخصائي دكتور متخصص التغذيه. ليه؟ علشان دايما في ناس بتمشي نظام هي مش فاهمه ده يصلح لجسمها ولمناعتها ولصحتها ولا لا. الدكتور هيخليكي ماشيه صح، اسكيدول صح. ليه؟ ازاي؟ ان انا هعمل اول تحاليل اشوف الحاله اللي قدامي دي مناعتها كويسه ولا لا، عندها نقص فيتامينز ولا لا، عندها انيميا ولا لا. كل الكلام ده انا بحلله عندي لما بنعمل التحاليل دي واشوف النتائج بتاعتها، وبعد كده بنعمل النظام الغذائي بقى على الاساس ده. يعني هي عندها مثلا انيميا بحاول اكتر لها شويه في الاكل اللي فيه حديد عشان يفيدها اكتر ويظبط لها الانيميا اللي عندها. حتى لو انا هديها سبلمنت من بره بس لازم برضو اركز على الوجبات اللي هتبقى صحيه ليها. برضو نفس الكلام ان في ناس دلوقتي بتتبع انظمه كتير جدا للدايت على السوشيال ميديا، فدي متقطع كيتو الحاجات دي كنت لسه اسالك عليها بقى اللي موجوده دلوقتي. هي ما تعرفش دي صح ولا غلط، هي اللي سمعته انها هتخسس قوي هتنزل في الوزن بسرعه. طب انت عارفه اضرارها ايه؟ هتنفع معاكي ولا لا؟ وكمان في دلوقتي امراض مزمنه كتير عند الناس، ضغط سكر، امراض قلب، ما ينفعش الناس ديت برضو تمشي على الانظمه دي. وفي منهم ناس ما بتكونش عارفه ان هي عندها ضغط او سكر تكتشفه بالصدفه. فانت لو مشيتي على نظام اصلا انت مش عارفه ايه هو، مش عامله تحاليل، مش عامله اي حاجه خالص،
انت ممكن تتعبي فجأة يحصل لك هبوط يعني فجأة. هو اساس اي حاجة عمايل التحاليل في الاول. طب دلوقتي يعني من كام سنة كده متخصص. او من كام سنة كانت طالع قوي الكيتو ودلوقتي الصيام المتقطع وبيقولوا ان هو حاجة يعني مفيش بعد كده. بصي هو انا الكيتو ما بحبوش خالص عشان هو اوريدي كوليسترول عالي وحاجات كده بعد فتره جدا كوليسترول عالي جدا، دهون ثلاثيه عاليه جدا، بيزود الضغط، بيسبب مع الوقت ان هو تصلب شرايين وامراض القلب. ليه كل الكلام ده بيحصل ليه؟ علشان انا دلوقتي كل فكره اكلك دهون، بمنع جسمي من كل الاكل غير الدهون فقط. بحول المكنه بتاعه الحرق في الجسم لان هي بتحرق دهون، انا بديها في دهون في دهون، هي مش لاقي كربوهيدرات، فمع الوقت هي هتحول بقى ان الدهون دي هي اللي بتتحرق عشان تديني الطاقه. فانا بالنسبه لي ماشي، بدات احرق كتير وبدات اخس كتير. طيب انا دلوقتي مع بقى ان انا ماشي عليه شهر اتنين، الضغط عالي جدا، كوليسترول، انا وانا مش عارفه انا بخس وخلاص وانا مبسوطه. طب انت عملتي تحاليل، انت متابعه، الكلى بتتعب، الكبد بيتعب، الدنيا بتبوظ خالص. فانا بالنسبه لي الكيتو دوت الكيتو عليه كروس عالي، عليه كروس جدا. وفي ناس كتير على فكره سبب لها وفاه، وفي ناس دخلوا عنايه بسببه. فانا طيب ناخد فكره سريعه كده لان فقرتنا قربت تخلص، على رايك في العمليات، العمليات كتكميم او التكميم وال هو في التكميم طبعا، تغيير المسار، الحاجات دي كلها هي كويسه، بس انا دايما بقول ايه، احنا نحاول ان احنا ننزل وزننا صحي الاول بارادتنا. لو احنا بقى في سمنه مفرطه، في امراض بقى تدعو او ان احنا لازم نلجا يعني لجراح عشان ننزل وزن بسرعه، فانا دايما بنصحهم ماشي ان احنا ممكن نعمل عمليه تكميم معده، عمليه تغيير مسار، بس انا دايما بميل لتكميم المعده اكتر. بس طبعا دي مش شغلتي او يعني مش انا المتخصصه فيها، بوجه للدكتور المتخصص فيها وهو اللي بيشوف الحاله، هو اللي بيشوف الاصح والانسب لحالتها. فوق وزن كام تقريبا بتنصحي بالعمليه؟ بصي هو دايما لازم مؤشر الكتله بتاعه الجسم بتبقى فوق ال 40، اللي هو البادي ماس اندكس فوق ال 40، دي بتبقى سمنه مفرطه. فانا فوق ال 40 دي انا ممكن ما تستجيبش معايا في الدايت العادي، وممكن بيبقى فيه بقى امراض مزمنه معاها مصاحبه ليها، يعني سكر او ضغط او امراض قلب، فبيكون ده قرار بقى الدكتور اللي هو الجراح ان هو هينفع ان الحاله دي تعمل عمليه عشان الوزن ينزل ولا لا. في برضو حالات بتبقى عندها سمنه مفرطه في نفس الوقت الدكتور بيقول ان حالتها لا تسمح ان هي تعمل العمليه. فاحنا دايما بنقول ايه، ان دي بقى الكلمه الاخيره اللي احنا عايزين نختم بيها للدايت، اسيب نفسي لاخر لحظه. الدايت مش حرمان يا جماعه، ما نسيبش نفسنا، نهتم بصحتنا ورشاقتنا حتى لو احنا في سمنه، بس ما نوصلهاش لسمنه مفرطه. ممكن احنا بارادتنا ان احنا ننزل وزننا بسهوله جدا. ميرسي يا دكتوره، نورتينا، ونتمنى لقاءات تانية مع حضرتك تاني ان شاء الله. كده احنا بنختم حلقتنا، ومتشكرين جدا للدكتوره، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.